لمنظومه الدوله ككل. كويس. نمره واحد تقليل الوزن عن 90 جرام. لا غير وارد. ايوه. لسبب ان هو يدوب الرغيف 20 سنتي بدل ما كان 21 سنتي. وفي نفس الوقت قابل انك تقطعه وقابل انك تستخدمه لاستخدامات اللي احنا بنستخدمها. نعم. النقطة الثانية ان احنا عارفين ان الدعم العيش النهاردة هو الدعم الوحيد اللي لسه دعم عيني. يعني ايه دعم عيني؟ الراجل عنده على البطاقة عدد من الارغفة. يطلع القمح. 20. القمح ما يطلعش القمح. ملوش علاقة هو. ملوش علاقة. وبالتالي هو يصحى. الرغيف اهو. يصحى الصبح حاجة بجد تفتح النفس واحنا ما تعشيناش. ايه. محتاج ايه ده؟ محتاج شوية اتفضل شوية جبنة بس مع الطماطم تبقى والجبنة وكده وحاجة خفيفة لطيفة يعني. اللي اقصده ان اهو واقف الشاب اهو مع الكارت بتاعه بياخد. ايوه. ف حاجتين. ان هذا الملف هذه الطريقة في الدعم اتناقشت كتير. يمكن الله يرحمه الدكتور علي لطفي لما كان رئيس وزراء كان ما فاكر لو تفكر ملف الدعم ارجع للبرامج عيني ولا نقدي ولا نعم. عيني ولا نقدي ولغايه النهارده ناقشناها مليون مره بالظبط. نعم. عيب العيني اللي هو بتاع العيش ان الفاقد فيه كتير. يعني ايه الفاقد فيه كتير؟ انا باخد قمح 10 على 10 بطحنه في مطاحن 10 على 10 بطلع دي 10 على 10 بديه للمخبز. المخبز بيخبز العيش ويديه للمواطن. نعم. المواطن بقى نظرا ل احنا بخسين ثمن الرغيف. يعني ايه بخس ثمن الرغيف؟ يعني ايه بخس؟ ان حاجه تكلف لغايه ما كنا بنحسب من غير الزيادات. خلينا على النهارده. من غير لا مش عايز اضيف الزيادات الجديده. لغايه ما كنا بنحسب كان 65 قرش. اللي هو امتى كنت بتحسبه؟ اللي هو متوسط العام على السنه. اللي هو 21 22. الموازنه الجديده اللي احنا فيها. اللي احنا فيها. اللي احنا طب الجديده؟ ما الجديده لسه بنحسبها. لسه. لسه. ان شاء الله هتتحسب وان شاء الله احنا موجودين لخدمه كل المصريين. احب ان الابتسامه دي. لا لا والله. انا والله يعلم الله ان انا بتكلم بمنتهى الجديه وتوجيهات سياده الرئيس والحكومه كلها. احنا موجودين اذا كنا نستطيع ان نفعل شيء جيد وبجوده جيده هو ده هدفنا. عظيم. فعوده الى ذلك فلما بيبقى الحاجه ب 65 قرش وانت تدفع فيها 5 ساغ انت اللي بتحسه 5 ساغ. فبتقدر ايه؟ طب تسيب نص الرغيف. الرغيف. 5 ساغ. تسيب نص الرغيف يقع منك خلاص مش مهم. اللي يفضل تقطعه للفراخ. مش عايز ادخل في الحته دي. نعم. انما الاستخدام هو في ناس بيفيض منها من العيش؟ طبعا. طبعا. طب معلش انا بسال. اثبت لك. اثبت لك. ايوه. اثبت لك. يعني في ناس ما عندهاش حاجه غير العيش، ما بياكلش حاجه غير العيش. احمد باشا. ما انا بسال حضرتك. قول لي يا معالي الوزير. اقول حاجه. ايوه. اتفضل يا فندم. حضرتك بتقول لي في ناس بيفيض منها عيش. انا ناس سامعاني. ايوه. ومش بقول ما بيفيض منها وانا بقول حاجه مش مظبوطه. لسبب في حاجه اسمها نظام النقاط. نظام النقاط. يعني اللي بيفضل عيش. بياخد بداله سلع. سلع. وكل شهر بيفضل سلع. إذن بما لا يخضع مجال للشك ان في ناس بتستهلك. هديك مثال. ايوه. قد ايه معلش النقطه دي عشان ما تعديش النقطه دي. هدي لك مثال وهم سامعين. بيقول ايه النقاط اللي هنا بستغنى عن ده عشان ما انا اقولها. اتفضل. المتوسط العام على مستوى الجمهوريه 3.4 رغيف للفرد. لما احسب مش حضرتك حفظنا مع بعض. نعم. 250 مليون ل 270 مليون رغيف كل يوم. ايوه. الحمد لله. اقسم ده على 71 مليون مستفيد. هيطلع 3.5 3.4. نعم. اذا في 1.5 رغيف وده كويس. بيفضل نقاط وبياخد بداله سلع. الارياف لما تيجي احلل النقاط كده الاقيها في المدن. اكتر. ولاي في الارياف. بس ما تقوليش بقى عشان الارياف بتاكل العيش. لا، عشان الارياف عندها استخدام اخر للعيش. عندها استخدام اخر للعيش. ايه هو الاستخدام الاخر؟ العيش. بيجيبوا العيش وبياكلوه. نو. في جزء منه بيزيد. هو بيستخدمه. هو بيستخدمه.
ايوه ايا كان استخدامه. انما مش معنى كده انه بيستخدمه استخدام ادمي. ليه؟ اقول لحضرتك بس. قول يا فندم. كيلو علف، كيلو الرده. كيلو الرده. الرده. ب 3 جنيه. سوري. 3 جنيه؟ لحظه هقول لك. كيلو الرده. هقول لك بالظبط 4000 طبعا تبقى 4000 ب 4 جنيه. 4 جنيه. كيلو العيش. هو واقف عليه كيلو هنقول 100 جرام 10 ترغيف 50000. فلو جاب رده بس. رد عشان يعمل بيها علف للطيور ولا يحط معاه حاجه ولا يعمل كذا ارخص له العيش. بس هنا ارخص له حقيقه كمواطن. ولكن اغلى بكتير للدوله. عارف التوازن. أيوه. ده؟ نعم. ومن ثم هناك سكتين. اللي ماشيين فيهم. اللي بتدرسوا. يتم دراسه سكتين. القرار الحكومه تاخده بعد العرض. انما ماشيين فيه دلوقتي. نظري. من وجهه نظري الظروف عدم اليقين اللي احنا موجودين فيها وكده وكده. ما فيش حد بيجري ورانا ولا حد مستعجلنا. براحتنا ناخد قرار زي ما في الوقت اللي احنا عايزينه. يعني فأنا المناسب. من وجهه نظري انما الدراسه واجبه علينا لمصلحه المواطن. واجبه علينا. نعم. وان لم ندرس ونحقق ونحلل ونشوف فلوس المواطن رايحه ازاي احنا نبقى غلطانين في حقه. نعم. متى يتخذ القرار ده زي ما حضرتك عارف الوقت المناسب وكذا وكذا والظروف اللي هم ايه الطريقين بالظبط. يعني نحط نموذج. في كلتا الحالتين في كلا الطريقين لن يمس كافه الفئات الاكثر احتياج. وهتسالوني مين الفئات الاكثر احتياج؟ معاش الضمان الاجتماعي، معاش تكافل وكرامه، معاش اللي اقل من 2000 جنيه، المرتب الحد الادنى للمرتب كذا. يطلعوا 20 مليون يطلعوا 25 مليون لن يمس. عظيم. ايا كان عددهم ايا كان السكه دول اللي هم حضرتك حددتهم. مش هنقرب لهم طبعا لسبب. معلش تاني احنا موجودين لدعمهم. واذا كان هناك عشان بس اتكلم بوضوح. الدعم ليس عيب وفي كل الدول هناك دعم. نعم. ولكن كفاءه الدعم هي اللي عيب. لما يكون حاجة كفء لمين؟ يروح لمين؟ بالظبط. أنا عايز يروح للمحتاجه. وبالتالي دول بما لا يخضع مناقشة يحتاجوا. عددهم كام؟ ما الدقيق ما القريب تقريبا بمنتهى البساطة. أنا سألت الدكتورة نيفين قباش عندها 14 مليون واحد بتخدمه في تكافل وكرامه وضمان اجتماعي وكذا. وسالت التامين والمعاشات مين المعاشات اللي اقل من 2000 جنيه. شوف بقول معاشات اقل من 2000 جنيه. طلعوا لو انا مش غلطان 6000 واحد في المعاشات. ولو ضفنا عليهم اللي عندهم الحد الادنى للاجور يطلعوا 3 4 كمان. 3 4 مليون الاف 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 سوري انا بصغر مليون زي ما حضرتك مليون. ايوه بالظبط. ف 14 و26 و3 25 مليون. يعني نقدر نتكلم من في الحدود دي هم 25 مليون تقريبا بالبلدي تقريبا. دول ما حدش يقرب لهم طبعا ايا كان الاجراء هنا او هنا. النموذجين يا اما نحط نموذج ان احنا نرفع تدريجي. ارفع ايه؟ سعر الرغيف. تدريجي بدون المساس بهذه الطبقه بالطبقه اللي هي تقريبا 25 مليون. معلش الرقم مهم والكلام مهم بس عشان نبقى واضحين. اتفضل مع الوزير. انا بنتكلم في حاجه حساسه. افترض ان انا قلت الرغيف ب 10 ساخ. يبقى الراجل ده عليه 5 ساخ. الخمس ساخ دي هياخدها نقدا على الفيزا بتاعته، هياخدها نقدا على المعاش بتاعه. يعني الرغيف هيبقى ب 10 ساخ. مش صعبه. مش صعبة معلش. مركز بالراحة بالراحة. طب انت لو ركزت معايا هنفهم. انا مركز. انا عايز اللي بيتابع يبقى لا الناس متابعاني قوي. بالراحة اذا كان الرغيف فرضا لو الرغيف ب10 بسين بسين بسين, بسين. بسين. الراجل ده مش هيتحمل حاجة. ليه؟ هناخد 5 ناقص سين يبقى ده تكلفته. نضربها في عددهم تتحول لفلوس هيبقى معايا. بس السعر هيبقى واحد. سعر العيش ايه؟ هيبقى واحد. عشان لكن المجموعة دي المجموعة دي معاها فلوس أكتر. معاها فلوس. معاها فلوس أكتر. وبالتالي الفرق يبقى هو. مظبوط؟ ونقدر نتحرك على 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين تبع المدة بحيث نحرر الدقيق والقمح والعيش. نحرر. ما هو نحرر معناه يبقى حر. خلاص حر.
بس انا بحافظ على مين؟ بحافظ على ال 25 دول. بتسلم. صح. ومن يزيد عنهم واللي يزيد واحنا ماشيين حصل في زياده كل سنه 2 مليون. افترض لا افترض ان واحد كان مرتبه طلع معاش وقال يدخل. يدخل اذا كان موضوع الدعم موضوع ديناميكي وليس استاتيكي. يعني بمعنى اصح ممكن انا اكون في حاجه دلوقتي ولكن اعمل مشروع ولا اعمل حاجه واجيب دخل واجيب كذا ويزيد عن هذا الدخل مفروض اخرج. استغفر الله العظيم جرى لي حاجه عييت تعبت ما بقاش عندي دخل ادخل في الحمايه هذا الموضوع. وبالتالي نستطيع ان نضع نموذج كده. او ان احنا في نفس التوقيت بدل ما نتحرك بالسعر كده نقدر نموذج اصعب سده. ان احنا نتحول لدعم نقدي مشروط. يعني ايه دعم نقدي مشروط؟ زي ما عملنا السعر ده اديك انت برضو حقك في الكارت. اديك حقك فين؟ كارت. في الكارت. وخلي السعر زي النهارده هديك مثال. التموين النهارده عامل ازاي؟ دعم نقدي مشروط. ان هو بياخد 50 جنيه وبيقدر يشتري بيهم يا زيت يا سكر يا رز يا مكرونه اي حاجه مكرونه يا كذا ميدول. مظبوط؟ بس ايه اللي عنده كقيمه؟ عنده 50 جنيه على الكارت. مظبوط؟ ايوه. فاذا يا نقدر نتحرك بان السعر يتحرك او ان احنا نتحرك للدعم النقدي المشروط. المشروط. نعم. في كلتا الحالتين. ايوه. ايا كان النموذج اللي هنتحرك فيه وهذا توجيه من سياده الرئيس وموافقه من رئيس الوزراء ان الطبقه التي نحددها وهي محدده محدده وانا بكلمهم كلهم سامعيني ان دول ما فيش حد هيزايد علينا معاكم. الناس يقول لك طب الراجل اللي بياخد معاش تكفله كرامه 450 جنيه يعمل هياكل عيش من الصوم هيعمل مش عارف ايه لا مش انت عارف مش هيعمل حاجه وهيبقى حلو معانا واحنا حلوين معاه واحنا موجودين عشان نخدمه. دول الاولويه. ما ده حقه علينا. يعني في كل الدول في حمايه اجتماعيه. يعني ايه حمايه اجتماعيه؟ يعني اديك على قدر زي ما سياده الرئيس النهارده قال على قدرنا. نعم. ممكن الناس تدي حمايه اعلى مننا. نعم. انما احنا المتاح عندنا بالنسبه لنا عند بالظبط. فاحنا عندنا متاح لازم الناس الناتج بتاعنا قد ايه واحنا 100 مليون فيبقى ايه؟ سياده الرئيس كان بيدي امثله كتير النهارده دروس مستفاده بجد. نعم. والرساله اللي اتوجهت احنا كلنا مسؤولين. صحيح. اوعوا تفتكروا ان احنا هناخد قرار من غير ما نكون شايفين بعض. او مجلس النواب اللي هو موجود يمثل هترجعوا لمجلس النواب مع الوزير لابد نفتح مناقشه. تفتحوا مناقشه طبعا. بس الموضوع بسيط ابسط من كده. نعم. ان احنا عايزين نرفع كفاءه هذه الفلوس لتصل للناس. مظبوط. ففي السكه اللي حضرتك قلتها والسكه الثانيه اللي هي مستمره وهي الاستهداف. ان احنا بنستكمل البيانات. وبعض الناس معلش يعني ارجوكم يعني انا واخد البرنامج فرصه ان انا ارد على بعض حاجات بتتكتب برضو في الجرايد بس بجد مقاله جيده جدا في الاهرام ومكتوب فيها بعض الحاجات الممتازه ولكن بيتكلم عن قواعد البيانات بيقول في قاعده بيانات للتضامن وفي قاعده بيانات للتموين وفي قاعده بيانات لمجلس الوزراء وفي قاعده بيانات ليه مش حاجه واحده؟ ليه مش قاعده بيانات واحده؟ هي حاجه واحده. ما انا جاي اقول قدامك اهو هي حاجه واحده. امال سياده الرئيس من 3 4 سنين واحنا في الاسماعيليه هي حاجه واحده لما وجه للرقابه الاداريه ايوه التكامل ما بين قواعد البيانات والنهارده في اكتر من 43 قاعده بيانات في الرقابه منهم بس عشان اتفضل بس العربي والمعلومات التقنيه دي بتبقى صعبه لما نقول قاعده بيانات واحده مش معناه ان انا اروح جايب حاجه كده واروح حاطط كلهم في بعض هي قاعده بيانات واحده معناه تبقى مترابطه مع بعض والرابط اللي عندنا والحمد لله موجود عندنا هو الرقم القومي والرقم القومي لا يتكرر صح فلما يبقى عندي قاعده بيانات التضامن وقاعده بيانات التموين نعم وقاعده بيانات الكهرباء وقاعده بيانات السجل التجاري وقاعده بيانات
التعليم المدارس وقاعدة بيانات الجامعة وقاعدة بيانات التأمينات والمعاشات المرور تسلم أيوة. قاعدة بيانات التأمينات والمعاشات وفي قلبها قاعدة بيانات الرقم القومي، فأقدر بالرقم القومي أقدر أربطه مع التضامن، أربطه مع التموين، أربطه مع كذا، أربطه مع كذا، أربطه مع التليفونات، قاعدة بيانات التليفونات. ولذلك بنقول يجب أن تليفونك يبقى محدث على البطاقة. وهفتح الموضوع تاني لتحديث التليفونات، هنتكلم بعد شوية. ما ينفعش أن أنا يبقى بطاقة من غير أعرف أكلمك إزاي، أقول لك إيه. يعني طب هنتكلم عن البطاقات، نخلص الرقم. بس انا شايف الناس قدامي، بس خلينا اكلمهم. عظيم، اتفضل. فما ينفعش، فانا مش عايزة عشان اقول لك حاجه، ولا انا اللي بحاسب على التليفون، انا بقول لحضرتك لازم يكون رقم التليفون بتاعك موجود على البطاقه. فهنعود لكده، فبقول للساده اللي في كل مجتمع المصري، قواعد البيانات النهارده مرتبطه مع بعض. امال ايه يا دكتور اللي مأخر؟ اللي مأخر مفيش. والتكرار هو في لا خلاص، لم احمد اما سيادة الرئيس قال لي يا فندم في مؤتمر ان واحد صرف باسمي بطاقه باسم الرئيس، ده هنا معناه مش ده معناه استنى، مفيش تكرار. ده راجل